أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم في هذا التحدي المثير. ومع هذا الانطلاق الرائع شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام الثاني والعشرين، وهو الشوط الخاص بالحجايج الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع وفئة الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر مع هذا السن، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم مع هذه التحديات المثيرة ومع هذه الأسامي المتميزة. ننطلق بالصدارة نتابع البداية، وأرهني أيضا اللي قاد المجموعة في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. ومع هذا المسار أرى التسلل من الفارس لسالم بن عبيد بن يميع من ينطلق بالمقدمة. المركز الثاني شعر صعب المضمرين يتدخل على مستوى المركز الثاني مع سراب. المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات والتسلل من مروج سالم بن سهيل بن خيرات العامري متابعا انطلاقة مروج. المركز الرابع الانطلاق أيضا للحذر لكاسم بن سعيد بن مصبع بن كاسم المسافري، ولكن من الجانب الآخر يتدخل شاهين عوض بن حمد بن خويتم العامري متابعا مندفعا مع هذا التحدي. ومن الجانب الآخر مايهاب حمد بن شريويح بن رضا العامري ينطلق بهذا التحدي بهذا الانطلاق. بينبذ انطلقنا مع المركز السابع، أرهني أيضا النصر لمحمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي متابعا لانطلاقة النصر. ومن الجانب الآخر شعار بالحلوس أيضا في الاندفاع المثير مع العابر عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري يتقدم في هذه التحديات المثيرة. نتابع التقدم مع المركز السابع أو المركز الثامن. أرهني المتحد سالم بن رملي بن محمد العامري. ومع المركز التاسع محطم سهيل بن محمد بالحطم العامري. بينما انطلقنا مع المركز العاشر ضيغم يتسلل في هذه اللحظات لنديلة بالويهي العامري يتسلل مشاهدينا متابعينا هنديلة بالويه بالزفنة الأعفاري يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير في هذا الاندفاع المثير. شاهين على الصدارة عوض بن حمد بن خويتم العامري، ولكن شعار بالحلوس يتقدم ينطلق بالصدارة مع العابر اللي عبر الجميع وانطلق بناموس هذا الشوط. عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتابع انطلاقة العابر اللي قاد المجموعة. المركز الثالث أرهني الحذر لكاسب بن سعيد المصبح المسافري، والقدوم ما شاء الله حمدان بن محمد بن مروش يتقدم مع المركز الرابع مع متعب اللي بدأ يتسلل مع المركز الثالث وبطريقه إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الرابع مايهاب حمد بشري ويحبر رضا العامري الكوكب رباعية وجولة الأوامر النهائية ما شاء الله تبارك الله. بدأ التسلل الانطلاق متعب أتعب الجميع. انطلق بناموسي هذا الشوط. تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشد على هذا الأداء المثير اللي قدمه متعب. سلام ندش بسلام اسعدت صباحا انتاج اليلايس سلالة متعب تثبت وجودها في هذا الانطلاق. تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثانياتي مايهاب حمد بن شريوية العامري. المركز الثالث انطلاقة العابر عبيد بن حلوس العامري. المركز الرابع شاهين لعوض بن حمد بن خويتم العامري. والمركز الخامس الذيب لمحمد بن علي بن سعيد الربيعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع التوقيت الزمني ولحظات وصول متعب.
إلى خط النهاية يأتي بتوقيت زمني مقداره في مسافة 3 كيلومترات، 4 دقائق بالتأكيد. هذه لحظات وصول متعب إلى خط النهاية. سلام ند الشبه، سلام، سعدت صباحا مع هذا الأداء المثير. 4 دقائق 44 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشد على فوز متعب بالمركز الأول. إنتاج اليلاي سلالة متعب تثبت الوجود في هذا الانطلاق، بينما اللي وصل مع المركز الثاني يأتي مايهاب لحمد بشريوي حبر رضا العامري بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 45 ثانية وست أجزاء من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث يأتي بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 46 ثانية وأربع أجزاء من الثانية اللي هو العابر. التهاني موصولة لعبيد بن حلوس العامري، تهانينا للجميع والناموس.